أكدت السعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في تصريح خاص لمركز الأخبار أن مدينة شباب 2030 تحاكي واقع الشباب من خلال البرامج المختلفة التي ستفوق بنسختها 12 برنامج. وأوضحت الوزيرة أن برامج مدينة شباب 2030 في هذه النسخة صممت بعناية واحترافية لتلبي احتياجات الشباب وتهيئهم إلى الدخول في سوق العمل. مدينة شباب 2030 يعني أنا نفس ما أقول شهادتي في هذه المبادرة مجروحة، لأن هي من أبرز المبادرات والبرامج اللي تقوم بها الوزارة ولها دعم مثل ما نقول متميز وخاص من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، اللي يؤكد على أن المدينة لازم تحاكي واقع الشباب من خلال احتياجاتهم في التدريب، احتياجاتهم للمهارات والقدرات اللي تساعدهم في الانخراط في سوق العمل. فإحنا هذه المدينة يعني هي مدينة فعلا لمدة 30 يوم، لكن نأكد أن إحنا نلتزم في تثقيف الشباب، تسليحهم بالمهارات اللي يحتاجونها، شلون يتعاملون مع متغيرات سوق العمل. يعني هذه من أهم الأشياء اللي نسعى لها حق كل اللي يشاركون في مدينة شباب 2030. راعينا أن كل برنامج يختص بالتدريب اللي يحتاج الشاب أو حتى الفئة الناشئة، لأن طبعا المدينة لها فترتين ولها نوعين من البرامج، فكل مركز راح يقدم عدد كبير من البرامج. هذه المرة يعني عدد البرامج يفوق 100 برنامج، وعدد الفرص التدريبية أيضا زادت. فيعني إحنا ركزنا أن الشباب يحصلون اللي يحتاجونه في المدينة، وتكون المدينة يعني تحتضنهم بالإضافة لتثقيفهم وتسليحهم بالمهارات اللي يحتاجونها. بتوجيه من سموه هذه النسخة بالذات، النسخة 12 راح تكون مختلفة، لها حلة جديدة، فيها برامج أكثر تفيد الشباب والناشئة، وأيضا فيها فرص للتدريب الاحترافي ونيل الشهادات. يعني الحين الشاب والشابة اللي يشاركون في مدينة الشباب يقدر بالمقابل يحصل على شهادة احترافية تساعده للدخول في سوق العمل إن شاء الله.